السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في قناتكم قناة ياس بليز، وهذا المقطع سيكون هو أولى المقاطع الخاصة بلعبة Totally Accurate Battle Simulator، اختصارا نسميها تابس. لعبة رهيبة جدا ومميزة، جربتها قبل 10 دقائق بسبب طلب العديد من الشباب. تحياتي لكم وشكرا لأنكم فتحتم عيني على هذه اللعبة الرهيبة جدا. صراحة لعبت فيها الآن فقط 10 دقائق. تعالوا هنا للكامبين لكي تشاهدوا، لأنني بدأت في الانترو The Introduction لكي أغير الأزرار وأكتشف طريقة تحكم هذه اللعبة ولماذا تصلح، فاكتشفت بأنها رهيبة جدا، فيها العديد والعديد من الأمور المميزة التي ستعجبكم. وإذا اكتشفت بأن الدعم على لعبة تابس رهيب جدا في القناة، فإنني سأستمر أكيد وسأنشر معكم مزيد من المقاطع، وأتمنى صراحة أن تدعموا هذه اللعبة، أعجبتني مميز جدا. سنبدأ بالكامبين. نحن الآن في هذا العالم أو هذه الأرض المباركة. إذا ضغطت على F، نعم إذا ضغطت على F، هل شاهدتم كأننا في كوكب معزول لوحدنا على العالم؟ وهنا على اليمين هؤلاء الأشخاص، إنهم هم الأعداء، لونهم أزرق. تمنيت لو كان لونهم بالأحمر ونحن باللون الأزرق، لأن الأحمر يدل على الدم ويدل على العداوة. فكرة هذه اللعبة هي أن علي الآن وضع استراتيجية لكي أستطيع الفوز على أولئك الأشخاص. الآن في إمكاننا فقط استعمال ترايبر، وهي تلك الأسلحة القديمة جدا، أسلحة العهد الحجري. عندنا هنا الدرع اسمه بروتكتر، وعندنا الكلوبر. هؤلاء الأشخاص الذين اسمهم الكلوبر فإنهم سيستعملون تلك العصي التي تشبه عصي البيسبول. بالنسبة للبروتكتر هو الشخص يحمل مع ذلك الدرع، وبالنسبة للسبير درور هذا الشخص الذي يقوم بإرسال ذلك السام. وذلك السام صراحة فإنه قوي جدا، جربته أمره رهيب. وهنا في الأسفل عندنا 600 هي قوة الرجال المشتركين في الحرب، لهذا السبب سأستعمل 2 من البروتكترز، قوته تقريبا هي 80، نعم قوته 80. وبعدها سأستعمل 3 من الكلوبر، أصبحت عندنا في القوة الآن 120. وسأستعمل سبير درور، قوته فهي 120 يا أصدقاء. سأستعمل 2 من سبير درور فإنها تكفينا صراحة لحد الآن. وهيا لكي نبدأ المعركة يا أصدقاء. الاستراتيجية أتوقع بأنها ستكون كالتالي، هؤلاء الأشخاص سيسددون بتلك الأسهم على الأعداء، 100% سيقتلون على الأقل شخصين، الشباب أصحاب الدرع سيتوغلون، سيكونون هم الأشخاص المنغمسون، وبالنسبة لأصحاب عصي البيسبول سيهجمون بالخلف منهم وسيقومون بتدمير أولئك الأعداء. وهيا لكي نبدأ. شاهدوا. هيا جيد، قتلنا 2، ممتاز ممتاز. الإنغماسيون أسقطهم المعارك صراحة فإنها شرسة ومضحكة في نفس الوقت، وبالفعل استطعنا الفوز ودمرناهم، وأنا سعيد جدا بفوزنا الأول. طريقة تحركهم فإنها مضحكة جدا وممتعة، لهذا السبب أعجبتني كثيرا هذه اللعبة. إذا عندكم وقت فراغ وأردتم التسلية والمزاح والضحك، العبوا هذه اللعبة، أعدكم بأنكم ستضحكون حتى الموت. في هذه المرة ظهرت لنا مجموعتين، كل مجموعة مكونة من 5 محاربين، 5 أعداء. سأنشئ فريقي الآن، بعدها سأعود لكم. عدت لكم يا رفاق، هذه الاستراتيجية التي سأفعلها. وضعت شخصين مدرعين من أجل الحماية، وضعت شخص واحد سيسدد ذلك السهم، ورجلين بعصي البيسبول. وهيا لكي نبدأ المعركة الآن. لحظة الحقيقة، شاهدوا شاهدوا شاهدوا، قد استطاعوا تدمير ذلك الشخص المسكين المدرع. برغم من هذا استطعنا التوغل. هيا ممتاز، أحسنتم، هيا دمروه دمروه. جيد 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 جيد، مسكين صديقي لقد مات، أحسنت. هيا دمروه، ليتس جو بويز. بقي هنا 3 أشخاص، هيا يا أصحاب السبير سددوا عليهم. ممتاز، دمر ضربة للكتف فأسقطها للأرض، وبهذا سنكون قد فزنا، وبقي 5 من رجالنا على قيد الحياة. الآن سنقوم بتحدي ستيكس اند بونز، إذا ترجمناه يعني تحدي العصي والعظام. 100% هذا الشخص هو زعيمهم، هل شاهدتم؟ حامل معه تلك العصا ويرتدي جمجمة البقر على ما أعتقد، وهذا الشخص صاحب الحجر، بالإضافة لأصحاب عصي البيسبول، وفي الضفة الأخرى زعيمهم الآخر. قوة فريقي تساوي 1400. حسنا، سأبدأ بالبروتكترز، وأعتقد بأنني سأضع 3 بروتكترز، عددهم فإن يكفينا، خصوصا أن لا توجد أسهم في الضفة الأخرى. لست متأكد هل هؤلاء الأشخاص سيستطيعون رمي تلك الحجر أم عليهم الاقتراب مني لكي يصيبوني. سأعزز دفاعاتي بسبير دراور على هذا الشكل، سأضع 4 من سبير دراور. ممتاز، 4 عدد يكفي، وباقي الرجال سيستعملون عصا البيسبول وسيكونون في المقدمة على هذا الشكل. 100% سنفوز عليهم. هيا لكي نبدأ. ستار، بدأت المعركة يا أصدقاء. أولئك الأشخاص يستطيعون تسديد ذلك الحجر، هم أقوياء جدا، برغم من هذا سنفوز عليهم. ممتاز، دمرناهم بسرعة البرق. الاستراتيجية التي فعلناها ذكية جدا، وبقي 5 من رجالنا على قيد الحياة، وشاهدوا هذا الشخص المدرع، أحسنت، درعه استطاع إيقاف تلك الحجرة.
دمرهم. الآن فتحنا تحدي الأرمي وهو تحدي العسكر، هذا هو التحدي الذي انتظر العديد من الشباب أنا متأكد. والشاهد الأرمي أصدقاء هم مستفون بشكل جيد، بنيان مرصوص كذلك بنياننا نحن كذلك سيكون مرصوص وسيكون قوي. قوة فريقنا 1800، لهذا السبب سأضيف العديد من البروتيكترز وسيكونوا على هذا الشكل. بنيان مرصوص يا حبيبي، سندمرهم. قولوا لي في الردود هل فعلا سأستطيع تدميرهم أم لا؟ هؤلاء الأشخاص ستونرز قوتهم 160 والبون ميج قوته 300. من هو هذا الشخص؟ هذا هو البون ميج، لكنه ضعيف شيئا ما، أعتقد بأنه ضعيف يا أصدقائي. برغم من هذا سأجربه، سأضع واحد وسأضعه هنا، سيكون هو في المقدمة، هو الزعيم زعيم الحرب هو ذلك الشخص. الآن سنختار ستونرز، لن أضيف العديد من ستونرز صراحة، سيأخذون مني العديد من النقاط، 160 تقريبا، لهذا السبب سأضع 2 فقط، لا أريد تضيع الكثير من النقاط. وبالنسبة للسبيرد روورز 3، نعم 3 فإنهم يكفونا. وبعدها الكلوبرز، 3 من الكلوبرز أصحاب عصا البيسبول، وهي لكي نبدأ التحدي. واو، قولوا لي من سيفوز، هل فريقنا أم هذا الفريق الخصم؟ فريق الخصم إذا شاهدتموه فإنه متستف بشكل جيد، فريقنا متفرق ومنتشر. بالرغم من هذا فإن قلوبنا مرتبطة بعضها ببعض، لهذا السبب سنبدأ وشاهد المعركة يا أصدقاء. ممتاز، ليتس جو، هيا هيا دمرتهم بالحجر دمرهم يا أصدقاء، أولئك الأشخاص الذين سددوا بالحجر. ممتاز، معركة شرسة جدا، دمرناهم يا سلام. سبير جايز، ممتاز، ضربها بشكل الحجرة فأسقطها للأرض. هيا 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 هي. ساعدوا ساعدوا صديقي، بقي شخص واحد من العدو، وبالفعل استطعنا تدميره، وذلك الشخص الغالي الذي يساوي 300. هذه هي قوته الخارقة، لهذا السبب هو يساوي 300. شاتهم يستطيع إخراج هذه العظام الماضية جدا أسفل من الأرض، وبهذا فإنه سيدمر الأعداء، لهذا السبب هو غالي جدا، وتلك هي قدرته الخارقة. الآن سنقوم بالتحدي الخامس والأخير، سنذهب لبعد آخر لخريطة أخرى، وهو تحدي هيلو. في الحلقات القادمة إن شاء الله سنتحدى أنفسنا في هاي هاي إند بيش فوك سايتس إند فرانس والميلي كذلك، بالإضافة للبيرسين ميوزيك. هذا هو آخر تحدي من هذا المقطع، وأتمنى صراحة أن لعبة طابس عجبتكم، وأتمنى أن تدعمونا كثيرا يا أصدقاء لكي تحفزونني وسأستطيع نشر مزيد ومزيد من المقاطع لكم. وكذلك سنقوم بالعديد من التحديات بعد انتهائنا من الكامبين، بعد انتهائنا من التختيم، وبعد تجربة جميع هذه الأمور سنبدأ التحديات. في هذا التحدي سنكون قد فتحنا جميع الأسلحة في الترايبل، في خانة الترايبل، بعدها سندخل لتحديات الفارمر أو المزارع. نقاط قوة الفريق هي 1200، برغم من أنني فتحت الماموت، حيوان الماموت قوته 2130 قوي جدا، وكذلك هذا الشيفتين قوته 400. سأجرب واحد فقط وسأضعه هنا في تلك المنطقة، هذا هو الشيفتين. لا أعلم هل من الذكي وضعه في الخلف أم في الأمام، بالنسبة لي أنا بما أنه قوي سأضعه في الأمام. بما أن هؤلاء الأشخاص مزارعون وعندهم ذلك السلاح الخاص بالزراعة، سأستعمل سبيرد راور لكي يدمروهم بالتسديد، وسأستف 2 من سبيرد راور هناك و 2 من سبيرد راور في الضفة الأخرى، 4 عدد كافي لحد الآن. وبالنسبة للأشخاص أصحاب الحجر سأضع واحد هنا بالخلف من الزعيم لكي يسانده، والبروتيكترز سأضع 2 من هنا لكي يحمو ذلك الشخص الذي يسدد بالحجر، وأعتقد بأنني سأكتفي فقط بهذا العدد. وهي لكي نبدأ، ستارت، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هيا أيها الزعيم، لقد أصبت الزعيم، ضربته بحجرتي ضربت الزعيم يا أصدقاء بحجرتي ومات، بالرغم من هذا فإن الزعيم مقاتل. أحسنت أحسنت أيها الزعيم، هيا دمرهم، ساعدوا الزعيم، مات الزعيم المسكين، سقط في الأرض. لا، عاد للحياة الزعيم، عاد للحياة يا أصدقاء، لا يمكن قتل الزعيم. ممتاز، ودمر الزعيم، ضربه بضربة واحدة للرأس فقتله، انفجر رأس هذا الشخص. وأتمنى أن تفجروا أنتم كذلك هذا المقطع بلايك، وانشروا مع أصدقائكم. إذا كنتم غير مشتركين في القناة فاشتركوا، ترقبوني إن شاء الله في حلقة قادمة ومقطع جديد من لعبتكم لعبة طابس، ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام.